حبر على ورق، أمنيات وأحلام ومطالبات خطها أطفال سوريون في إحدى حدائق مدينة عزاز شمالية حلب. قد يبدو الاحتفال مكرراً ومبتذلاً على الأقل بالنسبة للسوريين في ذكرى يوم الطفل العالمي، نظراً لما يتعرض له الطفل السوري من انتهاكات مستمرة منذ 11 عاماً على يد مختلف الأطراف. لكن بعض الأطفال يصرون على مواصلة الحلم والسعي والمطالبة لتوفير عيشة آمنة وكريمة ومستقبل أفضل. كان اليوم كتير حلو، انبسطنا كتير، كتبنا أمنياتنا على قلوب ولزقناها، عملنا أنشطة، قدمنا مسرحيات، وكانت كتير حلوة إنه الفعالية هاي، وكتير انبسطنا. شو بتمنيتي؟ بتمنى إنه أرجع لبلدي وأحقق أمنياتي وأصير دكتورة مشان أعالج المرضى وأساعدهم. نحو 30,000 طفل قتلوا في سوريا منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وأكثر من 4,000 معتقل. النسبة الأكبر من الانتهاكات ارتكبتها قوات نظام الأسد. 1.5 مليون تلميذ مهددين بالتسيب من المدارس بحسب إحصائية للأمم المتحدة. وسط هذه الأجواء والإحصائية المخيفة واستمرار الانتهاكات بحق الأطفال، تسعى بعض منظمات المجتمع المدني السوري لتوفير مساحات للترفيه واللعب والتعبير عما يجول في أفئدة الأطفال على أمل أن يغدوا مستقبلهم أفضل في السنوات القادمة. اليوم عاملين فعالية عن يوم الطفل العالمي بمشاركة الأطفال من جميع الجهات. من ضمن أنشطة الحماية في منظمة شفق أنه ندعم الأطفال ونوصل صوتهم، فالفعالية اليوم هي عبارة عن 2000 أمنية لأطفال سوريا في الشمال. شاركوا فيها جزء من الأطفال في تعليق أمنياتهم في فعالية لتوصيل صوتهم وتوصيل حقوق الطفل في يوم الطفل العالمي. نظرا لأهمية هذا اليوم بالذات، لأن الطفل هو الفئة الضعيفة بالمجتمع، حبت منظمة شفق أنه تحتفل بهي المناسبة، بالإضافة لأنه شاركت أكبر قدر من أمنيات الأطفال، حبينا نوصلهم للعالم الخارجي ونشارك الأطفال بهي المناسبة.